زي ما حكيت لك ان انت عندك في البايثون بلاك ستور تقدر ان انت تسوي شغلات عديده متعلقه، يعني بدي لك ايش الشغلات اللي انت ممكن تسويها في البايثون. بدي اعرض لك تقرير تبع جيت فين، ويفترض انه اخر سيرفي في 2020 الباي شارت بالضبط. طبعا في منه شغلات اوكي. الان انت ايش اغلب اللي بيستخدموا بايثون 3 تمام؟ احدث نسخه موجوده عندنا لغايه الان 3.9، يعني صدرت حديثا في بعض التحديثات. يعني تنظر بعين الاعتبار انه كل الثلاثه اكس كومباتبل مع بعض، لكن الاثنين لا، في مشكله في الكومباتبيلتي، يعني كل الكود اللي تم تطويره ب 3.6 3.7 3.8 بيشتغل على كل هذه المنصات بدون اي مشاكل. لكن اللي تم تطويره ب 2.7 هذه بنسميها ليجاسي سيستم او الانظمه القديمه، في بعض الانظمه لسه ما عملتش مايجريشن، فعشان هيك انه اعتقد انه بحلول 22 يفترض انه ما فيش اي برامج او منصات تستخدم البايثون 2، عشان هيك النسبه تبعتها 7%. اوكي؟ الان ليش بيستخدموا البايثون عاده؟ يعني نمبر 1 الويب ديفلوبمنت، تستخدم في الويب بشكل كثير تمام. رقم 2 43% داتا اناليسيس، 41% ماشين ليرنينج. طبعا النسب هذه كلها مش بالضروره انه تكون مجموعها 100%، لانه انت بتعمل تشيك بوكس. يعني ممكن استخدمه في الداتا اناليسيس والماشين ليرنينج سوا، او ممكن استخدمه في الويب ديفلوبمنت والماشين ليرنينج برضه كذلك نفس الشيء. كذلك ممكن نستخدمها في الويب سكرابر او في البارسرز او الكراولر، لانه انا بجمع معلومات كثير من الانترنت، وفي مكتبات كثير جاهزه ما فيش داعي انه انت تكتب كود من مره، بس مكتبه انه انت بتقولها انه انا بدي اعمل كراول لهذا الويب سايت بيجيب لك اياه. سيستم ادمنستريشن اوتوماتيك سكريبت، انه بتعمل اوتوميشن للشغلات، انه مثلا انه بدك انه كل ما يصير اكشن معين تروح تنفذ 1 2 3، فبالتالي ممكن تعملها اوتوميشن، تكتب كود بالبايثون عشان يعمل لك الشغلات هذه. سوفت وير تيستنج، اديوكيشنال ديفوس، سوفت وير بروتوتايبنج، ديسك توب ديفلوبمنت. الحقيقه يعني تطبيقات الديسك توب تقدر تقول انه هي شبه انتهت، لانه عندك الان تو بلاتفورمز هي ظاهره عندك او مستخدمه بشكل شائع، اللي هي الويب والموبايل تمام. والنتورك بروجرامينج برضه كذلك، يعني فاكثر شغله انه هذه هي المجالات اللي انت تستخدم فيها هذا الشيء. اوكي، تعال اطلع الان انه تقريبا انه بالنسبه للويب فريم ورك، ايش هي الويب فريم وركس المستخدمه؟ طبعا هذا اللي عبوه ديفلوبرز تمام؟ هذا حسب 2020. فلما احكي لك انه 50-50 تقريبا انه زي هيك، انه تقريبا صار في 49% بيستخدموا جانجو و 46% بيستخدموا فلاسك، والبقيه موزعه. في عندك يعني شغلات كثيره، تورنيدو، بوتل، بيراميد، ويب، تو باي، لكن المستخدم فعليا في البزنس بشكل كبير انه هذول الثنتين. شو الفرق بين هذول الثنتين، بين الجانجو والفلاسك؟ في الحقيقه انه الفلاسك مور بايثونيك، يعني بيور بايثون اكثر، لكن فلاسك عفوا، لكن جانجو بتستخدم شغلات يعني موديولز ثانيه يعني خارجيه اكثر. يعني تقدر تعتبر انه الجانجو فيها شغلات كثيره انتجريتد مع بعض، فبالتالي تقدر تتعامل مع الداتا بيز، بتقدر تتعامل مع الموديل زي الام بي سي. اعتقد انه مش عارف يعني هذا المصطلح جديد بالنسبه لكم، انه بالضبط
بالضبط اكثر يعني الويب فريم وركس، انه انت بتريحك انه انت يعني بتعمل اتصال على الداتا بيز وتعمل كنترول للداتا. هذا موديل حديث في البرمجه انه انت ممكن تتعامل معه. الفلاس كذلك في ام بي سي تمام، ولكن الامور فيه ابسط تمام واسهل انه انت تطور تطبيقات بشكل اسرع تمام، وبرضه انه اي مستخدم في السوق له حصه كثير كبيره وبروتكتيف، يعني انت ممكن تعتمد عليه. فاحنا خلينا نبدا بالفلاس وان شاء الله المره الجايه ممكن انه اعطي لك نبدا عن الجانجو انه كيف انه احنا نكتب فيه اكواد. انا ما بفهم انه انت يعني بتكاش انه انت تعمل تشتيت او شيء، بس حتلاقي انه تعمل معاه سهل جدا. يعني عندك حتشوف الفلاسك، يعني حدك حتحكي حتقول يا هو هذا الفلاسك، حتحكي انه هذا هو الفلاسك، يعني سهل جدا، يعني ابسط من كذا ما فيش يعني تمام. طبعا هذه المكتبات اللي بيستخدموها ريكويست، هذه كثير بتستخدم في الشبكات، البيلو سكرابي، هذه في الويب سكرابينج، تي كنتر هذه بتستخدم في الجرافيكال يوزر انترفيس، والبي بي واي كيو تي هذه برضه بتستخدم في الجرافيكال يوزر انترفيس للديسكتوب. فانت اذا عندك تطبيق بايثون وبدك تعمل له جرافيكال يوزر انترفيس، يا حتستخدم هاي يعني زي هيك. ايش المكتبات المستخدمه في الداتا ساينس؟ نمباي، بانداس، ماتبلوت، تنسور فلو، اوكي، سايبي، سايكتلر، بايتورش، كيراس. هذا الكلام كله من المستودعات الموجوده من الانبوت كذلك اللي عملوا الديفلوبرز عملوا فيها. فبالتالي هذه بتدي لك نوعا ما ايش هي اكثر المكتبات شنو عندنا. بدك تيجي على سبيل المثال تدي لك انديكيشن انه تنسور فلو ولا بايتورش، فبتلاقي انه تنسور فلو لسه مستخدمه اكثر تمام. في الماشين ليرنينج ايش اكثر المكتبات المستخدمه؟ اللي هي الاسكيلر او سايكت ليرن، اوكي، سي بورن للفيجواليزيشن، انا ابليكي للناتشرال لانجويج بروسيسنج، بعضهم استخدمها في بعض المشاريع تمام. الجنسن للتوبيك موديلين، برضه هذه للتكست. تيانو هذه برضه للماشين ليرنينج وتستخدم في ديب ليرنينج يعني تحديدا. ماكس نت برضه للديب ليرنينج، لكن استخدامهم يعني اللي بيظهر على الموضوع اكثر البايتورش والتنسر فلو. اوكي، هذه ايش الباكج اللي بيستخدمها يعني اللادر تكنولوجي اللي بيستخدمها في البايثون، الاو ار ام، السفينكس، الى اخره من الشغلات هذه. ايش الاي دي اللي بيستخدموه؟ يعني معظمهم بيستخدم البيشون، بعدين فيجوال ستوديو، بيشون كوميونيتي اديشن، الجيبيتر نوت بوك كذلك مستخدم على نطاق واسع. هذا بخصوص التقرير، يعني بعمل لك هايلايت انت فعلا اللغه اللي بين ايديك انه انت ايش ممكن انت تسوي فيها وايش المكتبات وايش الويب فريم ورك وانت كيف انه انت تختار. طيب اوكي، الان احنا بدنا نبدا بالفلاسك. بالفلاسك بدي اوجهك لمنصة، بدل ما انه احنا نعمل ديبلوي هنا لوكالي على الماشين، بدي اوجهك لمنصة الريبليت. اوكي، ايش هي الريبليت؟ هي عبارة عن كولابوريتيف براوزر بيزد اي دي اي. شغلة جديدة يعني عليك، احنا اخذنا جيبتر نوت بوك ممكن تستخدمها على الكولاب او على ريبليت. نعم، ريبل ريبلاي ات، هي جايه من ريبلاي انه عيد شغل لي الكود انه بهذا الشكل. ايش عندك لغات؟ كيف؟ هذه اي دي اي على الويب، بدل ما افتح هنا باي شار ممكن افتح لك اياها واورجي لك اياها، بس انه انا بدي شغله انه انت ممكن لوكالي لما انا اعمل لك ويب ابلكيشن بدي اياك تفتحه عندك. هذا يعني زي كانه بدي اعمل ديبلوي على سيرفر للتستنج مش للبرودكشن تمام؟ يعني ما تستخدمه وتسلم فيه وتسلمه للكلاينت يعني. اوكي؟
طيب الآن أنا ممكن أعمل ساين أب. أنت حتكتب فيه كود، عندك حتشوف، عندك حتتخيل كيف، يعني برضو إذا كان في أسئلة فهي خليني أعمل ساين أب. ساين أب في عندك جيت هاب ولا جوجل؟ على جوجل هذا اللي بدك اياه انت. صحيح في مواقع، في شغلات كثيره انه معموله بالفلاسك، يعني ممكن اجيب لك اياها هنا في لستة. هذه انا بدي اياها هي تظهر تحت. اعتقد انه في الخصائص الله ينور عليك. الآن بدنا نعمل a new ripple. فبقول لك ايش بدك؟ بدك بايثون، بدك نوت جي اس، سي جافا، اي لغة انت بدك اياها، بدل ما انه انت تغلب حالك تنزلها، موجود انه انت يعني مختار بايثون. وهنا بدي اختار مثلا هذا في حال الانترنت عندك كويس. في بعض الاحيان انت عندك مش النت مش تمام، فبتضطر انه انت تشتغل لوكالي. يعني هذه شغله. الشغله الثانيه انه ممكن انه انت تشتغل لوكالي، انه انت تجرب تعمل ديبلوي، يعني انت قبل ما تعمل ديبلوي عند كلاينت يعني نوعا ما. تمام. هنا بدي اختار مثلا هنا النسخة اللي موجودة 3.8، هنا عبارة عن بايثون تيرمينال، هنا عبارة عن لينكس تيرمينال. وهنا انت عندك ملفات، هي المين زي هيك، فببساطه ممكن تحكي print hello، تعمل run، بصير انت عندك الاكسكيوشن هنا بهذا الشكل. تمام؟ لا 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 طيب. يعني هنا انت في عندك الباكجز، وبعدين انه انت يعني ما توجع راسك، انه يعني هنا معلم لك اياها، بقول لك انه هنا الامبورت هذا انه ما استخدمته، يعني بس انه زي هيك. الآن انت لما تعمل ران حتلاقي هنا انه هو لحاله بعمل انستول للباكجز اللي انت بدك اياها، في الاخير بعمل لك كلين للسكرين، هاي بعمل ابديت للنمباي لحاله. اخذت شوية وقت. هنا انا كنت بعد ما اخلص تنزيل بدي اورجي لك انه ويب سايت ديفلوبت يوزينج فلاسك.
What is the largest site created using Flask? Why Flask? Pinterest. ذكرت معمول بالفلاسك. تويلو هذه اعتقد انه هذه عباره عن كلاود كوميونيكيشن بلاتفورم. هتلاقي كومبليت ليست في مواقع في شغلات كثيره يعني. في سي ام اس اصلا يعني ككونتنت مانجمنت سيستم انه في كثير مبنيه بفلاسك. على اي حال هيو بعد ما خلص الانستليشن هيو عمل لي كلير للسكرين وعمل برنت هلو. الان بدنا نبدا بالفلاسك. طيب اول حاجه بدك تعمل بيب انستول فلاسك. تمام، هي شغله مش محتاجين نعملها هنا. لو انت بتشتغل لوكالي هنا على هذه بحتاج انه نعملها، لكن هنا زي ما شفنا انه زي ما عمل انستليشن الباند لوحده هو لحاله، اذا لقى الفلاسك مش موجوده حيعملها انستليشن. يا اما هنا بروح على الباكجز وبكتب الباكج اللي بدي اياها فلاسك. تمام، وهيو الفيرجن 1.1.2. طبعا بتطلع هنا على الويب سايت تبع الفلاسك، بتطلع على الفيرجن اللي موجوده حاليا documentation تبع 1.1.x. بالضبط اعتقد انه هي هذه احدث نسخه. نعم طيب احدث نسخه latest release هي 1.1.2 على الجيت هاب موجود عندك. تمام، طبعا اخر كوميت كان قبل 6 ايام على الويب على الـ على الـ على البروجكت نفسه. فبالتالي انه up to date، فبالتالي بختار اني اعمل انستليشن من هنا اد باكج. هاي بعمل انستليشن هنا بهذا الشكل. لا لا مش انا، هذا المستودع تبع الفلاسك نفسه. يعني الفلاسك نفسه كلايبرري له كود، هو
والكود هون يعني بيعملوا له مينتيننج على الجيت هاب، وهم يعني يعني بيعدلوا على الكود هذا. فاخر مره عدلوا عليه قبل 16 يوم تمام، اللي هو هذا انت تقصد هذا صح؟ صفحتي انا، صفحتي انا هذه يعني هذه عباره عن توتوريال انا كتبتها على الكلاس. صحيح هذا 2 years ago 17 months ago هذه انه بالضبط الاكواد والامثله اللي انا حطيتها يعني كانت يعني خلال الاشهر الماضيه. طيب اوكي الان بعد ما خلص انه نو ديبندنسي خلص هيك انا بعمل ريموف للباكج، لكن هيك الباكج انستول يعني everything is fine. نبدا في الخطوات كيف؟ صحيح هاي اول خطوه. ما انا بدي ارجع لك هنا انه انت وين ترجع؟ ترجع على الدوكيومنتيشن. هذا اليوزر جايد، روح على الكويك ستارت مباشره تمام. بتحكي لك هنا انه انت عشان تعمل مينيمال ابلكيشن انه فروم فلاسك هذه اسم الباكج امبورت فلاسك، لاحظ انه الاف كابيتال هذا فلاسك بالضبط. بدك تعمل ابلكيشن منه تمام فلاسك، وهنا بدك تدي له النيم. ايش هذا النيم؟ خليني اطبع لك اياه هنا. هذه ماشي اياها هنا في البرنت. هذا عبارة عن اسم محجوز يحتوي على الميم انه انت وين موجود. هاي ارجع على الباكجز انا وين موجود هنا الميم. انت يعني موجود في المين فايل، هاي المقصود فيه تمام. فالان انت بدك تعمل ابلكيشن تابع لفايل معين موجود انت عندك في البايثون. فا اب بتساوي فلاسك، هنا بتستدعي تعمل انستانس او اوبجكت من هذا الفلاسك تمام. الان انت عندك هذا الويب سايت، الان كل صفحه بتروح تعملها داله، يعني ببساطه الفلاسك انه انت مجرد انه انت بتعمل امبورت بتعمل ابلكيشن، بعديها لكل صفحه بتروح تحط الدايركتيف ات اب روت سلاش اللي هي الصفحه الرئيسيه، تروح تكتب داله للصفحه الرئيسيه. معنى ذلك ان المستخدم لما يستدعي الصفحه الرئيسيه بروح بتستدعي هاي الداله تمام. الان انا ايش بدي اسوي لك؟ بدي اروح لك يعني هنا فلاسك تبل هذه التوتوريال من ريبليت نفسه بالاضافه للكويك ستارت جايد اللي انت موجود عندك هنا. اي بقول لك اول خطوه بتنزل الباكج زي هيك تمام. ثاني خطوه بتروح انه انت بتعمل الابلكيشن تبعك، فعشان هيك بنخليني انسخ هذا هنا. في عندي صفحتين خليني اكتب لك الكود، وهذا اعمل له رينيم نسميه مثلا فلاسك 1 اوكي. اروح بعمل فروم فلاسك امبورت فلاسك، اعمل ابلكيشن اختار اسمه زي ما بدك اب، بعرف انستنس الفلاسك وبديله تمام. الان انا في عندي الصفحه الرئيسيه سلاش اد اد اللي هو هذا الابلكيشن روت مسار، انا عندي سلاش روح اتعرف داله سميها برضه الاسم اللي بدك اياه
هو لحاله رح يعرف انه كل ما المستخدم يستدعي سلاش اللي هو الصفحه الرئيسيه رح يستدعي الاندكس. كيف نرجع الاندكس بيج؟ تمام. في صفحه ثانيه انا عندي سلاش هلو صفحه ثانيه، السلاش صفحه رئيسيه، سلاش هلو صفحه فرعيه، عرضنا لاسمها هلو. شو برجع؟ هلو وورد. اوكي. و عشان انت تشوف الفرق ممكن انا هذا الكود انت وين بتشوفه؟ فبتشغل ويب ابلكيشن، حيشتغل على السيرفر. كيف حتتعامل معاه؟ من خلال البراوزر. فالبراوزر بطلب هذه الصفحه اللي هي السلاش والسلاش هلو وبعمل ريندر لها. ما دام بعمل ريندر لها معنى ذلك انه هو بيفهم ال HTML. ببساطه انت لما تيجي تكتب كود فلاسك او اي ويب ابلكيشن بدك لغة برمجة بايثون. فعليا احنا ايش بنسوي في الفلاسك؟ بنكتب كود بايثون زائد HTML كود زائد CSS زائد جافا سكريبت. احنا فعليا حنخلط هذه اللغات كلها مع بعض في 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 هذا الويب ابلكيشن. تمام؟ مش حنكتب كود بايثون لحال، لان هذا ويب ابلكيشن. تكتب كود HTML، حتكتب كود CSS، حتكتب كود جافا سكريبت. جافا سكريبت بتنفذ وين؟ عند البراوزر سايد، يعني عند الكلاينت سايد. البايثون وين بتنفذ؟ عند السيرفر، عند السيرفر سايد. ركز، انت تعمل ابلكيشن مش حتشغله عندك لوكالي على الجهاز، على السيرفر. وانت لما تشغله عندك هو لحاله بروح بيعمل لك سيرفر. تمام. و يعني تقدر انه انت تفتح الابلكيشن هذا من خلال الويب. طيب عشان هيك هو راح يفهم هذا الكلام. ايش هذا الكلام معناه؟ هيدر اتش 1 يعني هيدر 1. اوكي تمام خلصنا هيك؟ لا لسه بدك تعمل حاجه اسمها مين. المين فانكشن هذه جديده بالنسبه لكم. المين فانكشن هيو موجوده انت عندك هنا، بدك تحط لها شغله معينه. هنا بدك تحط الهوست 000. ليش؟ عشان انه انت لو ما حطيتش هذه الشغله هو بروح بعمل لك الهوست انه هي 127.0.0.1 اللي هو اللوكال هوست. واللوكال هوست انت بس انت تقدر تجرب عليه في جهازك لوحده، ما بيقدر اي حدا ثاني يدخل عليه. لكن انا بدي اياه ياخذ الريال هوست نيم او الريال اي بي تبع الجهاز، والريال اي بي متغير. فلا يعقل انه انا اثبته انه انا اشوف ايش الاي بي تبع السيرفر واثبته. لا، بنحطه 000 هو لحاله بفهم انه راح ياخذ الريال اي بي تبع الجهاز. يعني ايش نزلته على سيرفر بياخذ الاي بي تبع السيرفر هذا، نزلته على سيرفر ثاني بياخذ الاي بي تبع السيرفر الثاني. هذه شغله. الشغله الثانيه انه هنا بدنا نختار البورت. يعني هنا في المين اف مي اف النيم بتساوي مين. إذا أنت كنت موجود في الملف الرئيسي إيش بدي إياك تسوي؟ بدك تعمل الأبلكيشن اللي هو هي وهذا اللي إحنا عرفناه هو عبارة عن إنتر فلاسك. إيش بدي إياك تعمل فيه؟ بدي إياك تعمل فيه رن. وإيش بدك تدي له باراميتر؟ الهوست اللي هو الأي بي أدريس بالإضافة للبورت. البورت كيف اخترناه؟ لو ما اخترتوش هو بيختاره باي ديفولت 5000. تمام؟ لاحظ هنا مش موجود مثال انه لا نرجع بورت 5000. اوكي مش خلاف. لاحظ هنا انه انت عندك ال البورت انه بيختاروا راندوم راند انت بين ال 2000 و 9000. اوكي فهذه باخذها كلها زي هيك
بحطها هنا. ومنتج اعمل امبورت للرام. تمام الان بشغل. وانا حذفت الباندا بس كل مره عشان هيك انه انا هنا في الباكجز شو بيعمل. اوكي شو رجعني؟ هاي الصفحه الرئيسيه. ايش اليو ار ال؟ هيو عندي هنا ممكن افتحه في البراوزر. لا ما ينفعش انا احط 0.0 او هنا ما بينفع. اندكس بيج سلاش هلو قرأت الصفحة الثانية، حطه الصفحة الثالثة، صفحة هاي، نقطة 404، رجع لك الكود هنا 404، لاحظ اللوج هنا، مش عارف واضح معك كروم ولا لا، عندك هنا 200 معناته انه ريكويست اوكي، في حدا طلب الصفحة الرئيسية تمام؟ هي اوكي، وهنا طلب كمان مرة طلب الصفحة رئيسية اوكي تمام. هنا الفابريت ايكون انه طلعت انه يعني مش موجوده اللي هي الايكون تبع الويب سايت، هذه موضوع ثاني تمام. سلاش هلو هيو 200 اوكي، السلاش هاي 404 مش موجوده. ال HTML كودز هذه كلها بتلاقيها انه انا ملخص لك اياها هنا 200 اوكي. طب انت دخلت في عالم الويب بدك تعرف هذا الكلام كله. الرسائل اللي بتظهر معك الكود لما يقول لك 503 شو معناته هذا بالنسبه للديفلوبر انه يفهمها، لكن للاند يوزر ما بيفهمهاش. عشان هيك انت بتلاقي بعض الويب سايت تيجي تطلب منه صفحه برجع لك كود انت كمستخدم عادي ما فاهم، لكن كديفلوبر في الديبج بتساعدك كثير انه 500 و اي حاجه 500 507 513 500 وات ايفر معنى ذلك انه في مشكله انترنالي في السيرفر. 404 انه انت طالب ريسورس مش موجود على السيرفر، صفحه مش موجوده. 200 انه اتس اوكي تقدر تجيب الستيتس كود هذا انت عندك اوكي. طيب اجيت اي حدا فيكم ممكن يطلب هذه الصفحه عندك على الجوال، هذا اوريدي ديبلويد على الويب اطلبها على الجوال او اي احد ثاني اطلبها عندك من اللابتوب اذا انت متصل بالانترنت. اكتب عندك فلاسك واحد محمد كوحيل ريبل دوت ريبل دوت سي او دوت احط لك اياه هنا فلاسك واحد محمد كوهيل
ribbon.co/hello او سلاش صفحه رئيسيه، بتلاقي انه الابلكيشن بيفتح عندك. إذا هذا كان كله، أنا إيش ممكن أسوي؟ بدي أفتح هنا عندك وين بايثون؟ وين بايثون؟ وين نازلة؟ افتح الكوماند برومت، اكتب pip install flask، حاله بنزل كل حاجه وبنزل dependencies ونستخدمها هنا في البروجكت. فبدي اعمل بروجكت جديد سميه Flask 1، اختار الانتربريتر شو هو هذا؟ كيف؟ كوندا انستول فلاسك، لقيت هذا مش هو هذا المسار الصح اللي احنا نزلنا فيه، فبالتالي بدي اختاره هنا، فبدي اختار سيستم انتربريتر. هنا لو انت بتستخدم انا كوندا بتستخدم الكوندا انفايرمنت تحدد المسارها، فانا بدي اختار هنا سيستم انتربريتر وبدي اضيفه، احط المسار تبعه زي هيك واختار البايثون. كيف؟ هاي اوكي نختار هنا كيف، لو نشوف هنا وين وصل، هنا نزل كل حاجه بس بيقول لي انه البيب نفسها صارت قديمه تمام، النسخه اللي عندك 20.1.1 والنسخه الاحدث 20.2.4، فرجاء نعمل ابديت. فبيحكي لي شغل هذا الكوماند، فباخذ هذا الكوماند كله زي هيك، او يعني مهم جدا انه انت تعمل انستول للبيت كل فتره. لو بدي اعمل مين فايل زي هيك اوكي، هنا بدي اخلي هذا الباراميتر ما امرره لما اعمل ران،
يعرف يعمل اندكس. خلص الابديت. الان ممكن اعمل ستوب هنا برضه هذه بدي اعملها كومنت. SSD طول الاندكس. اوكي هي 127.001 البورت 5000. دائما بيختاروا البورت 5000، افتحوا زي هيك. تمام هاي جيت لا سلاش جيت ام هنا الو فرص ما تظهر عندك هنا سي في مشكله بالريش. على اي حال انه هي الابلكيشن ده عندك صار لوكالي، انت بتجرب عليه لوكالي تمام، بس تقدر تفتحه يعني غير انه انت تسمح بالكونكشنز للجهاز هذا من خلال الاي بي ادريس تبعه، ولازم يعمل لسن للاي بي ادريس تبع الجهاز انه انت تفعل هذه الشغلات اللي هي البورت والبورت انت عندك. لكن لما تيجي تنزله على السيرفر يفضل انه انت تستخدم زي ما ذكرنا هنا تحط الهوست 000 والراندوم زي هيك تمام. طيب بقيت بعد ما شفنا الفلاسك انه شو طبيعه التطبيق تبعه، وشفت انه ال HTTP messages هي عباره عن رسائل بين الكلاينت والسيرفر، وشفت الاكواد تبعتها 200 404 500 تمام. لازم تتعرف على ال HTTP methods الجيت والبوست. هذه عباره عن ويب ميثود. ايش الجيت بتسوي؟ جيت ريسورس فروم ذا سيرفر، سواء كان صفحه HTML GBG image PDF file whatever classification تبع الصورة whatever. البوست send data to the server، ممكن انت بدك تبعت له صورة معينة او تبعت له file text file وهو يعمل فيه NLP ويرجع لك اياه او يرجع لك نتيجة، او تبعت له image ويرجع لك نتيجة هنستخدمه تمام. الان انت ايش عندك الملفات اللي موجودة عندك في الفلاسك؟ الملفات اللي موجودة عندك في الفلاسك هي بتلاقيها هنا في انه انت عندك مجلد اسمه تمبليت ومجلد ستاتيك. هذه الشغلات انت عندك سابقا. يعني هنا في البروجكت هذا عباره عن بروجكت. ففي عندك هنا مجلد التمبليت. ايش بنحط فيه؟ بنحط فيه كل ملفات HTML.
هي عبارة عن قالب أنت بتحدد إنه كيف شكل الصفحة اللي حتظهر على الكلاينت وبتعبي فيها البيانات تبعك. تمام؟ يعني على سبيل المثال إنه أنت ممكن تيجي تقول إنه والله في الصفحة تبعتي إنه أنا بدي يكون في عندي هذه المنطقة، هذه الصفحة، في هذا المكان أنا بدي المستخدم يحمل الصفحة، وهنا في راح يكون زر، وهنا راح يكون في زر. هذا الكلام فبتبرمجه HTML، مش زي الكوماند لاين انه انت بتاخذ انبوت مثلا مستخدم وتطبع على الشاشه للكلاسيفيكيشن، او بتاخذ البصار تبع الفايل بالضبط. فبتعمل التصميم تبعك زي هيك انه بتاخذ قالب HTML، وبكود البايثون انت بتحدد انه والله لما اضغط على الزر يظهر لي هنا او يحمل صوره او يعمل كذا شغله زي هيك. تمام؟ هذا بالنسبه ل التمبليتس. اما الملف الثاني اللي هو الستاتيك، ايش بنحط فيه؟ بنحط فيه ملفات السي اس اس والجافا سكريبت. تمام؟ احنا حكينا من البدايه انه احنا في عندنا بايثون و اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت. الان الاتش تي ام ال وين بنحط؟ مجرد التمبليت. والكود تبع البايثون بنحط وين؟ في ملف بي واي. والسي اس اس والجافا سكريبت وين تنحط؟ شو اسمه؟ ستاتيك. هيك الستركشر تبع البروجكت تبع الفلاسك. حتلاقي اغلب الفريم ورك انه نفس المفهوم، يعني زي هيك انه في بروجكت ستركشر معينه انه زي هيك. تمام؟ طبعا في التمبليتس في انت عندك يعني ممكن تعمل ماستر تمبليتس وعلاقه انهيرتنس بيناتها، تعامل مع الداتا بيز مش موضوعنا الان. تمام؟ بس بدنا نعمل هنا تمبليت وبعديها ممكن ندخل على الريستفول اي بي اي باستخدام البايثون فلاسك. تمام؟ هنا في عندك خيارين انه انت تستخدم الجيسون اي فاي او تعمل انستول لباكج خارجيه اسمها فلاسك ريستفول. اوكي خلينا نعمل مثال على التمبليت. خلينا نشوف ايش هي. انا عندي قوالب موجوده هنا بتاع كتابه كود HTML. ان شاء الله هذا يخلص لانه كتابه كود HTML هنا او يعني اسهل، بس رغم ذلك انه خلينا ناخذ قالب مبسط زي هيك. صفحه HTML زي هيك. تمام؟ هذا كله بالنسبة لإلك يعني كود عادي. الـ HTML ايش بتبدأ؟ تاج HTML، تحدد الـ language، تحدد الـ head، الـ meta، والـ title، والـ body بتحط فيه الشغل تبعك والـ HTML. الآن هذا عبارة عن بزر. الآن هذا عبارة عن متغير تم تمريره من وين؟ من البايثون كود لوين؟ للصفحة الـ HTML. فإذا تم تمرير اسم حروف أطبع هلو، وهنا هذا العلامة معناها إنه اعمل لي ريندر لهذا الاسم. عوض بالقيمة تبعه. تمام؟ هذا كلام وين؟ كـ H1. في هذا الشكل. كيف؟ هيو هلو نيم هنا حيعوضوا هنا. تمام؟ وهنا إلس بدك تحكي لي هنا هلو وورد زي هيك. تمام؟ فهذه اعتقد انه المثال تبعها هذا
طيب احنا فاتحين هذا التمبليت اللي هو اعتقد اسمه هلو دوت اتش ام. الداله تبعته هي زي هيك، بروح باخذها بحطها هنا كصفحه جديده زي هيك، وهنا بعمل امبورت للريكوست. وبنرجع هنا على الفايلز، بروح اعمل عفوا مجلد جديد اسمه templates، جواته بدي اروح اعمل add file اللي هو hello html. حط الكود هذا هنا كيف كيف هذا structure لاب تمام، هو الستاك نعم الان HTML ليش كمان هلا لا HTML هذه على طول ايش في عندك في الهيدر؟ بعدين ودي البودي حط هذا انه ساعتها ايش بدك تعمل؟ خلينا نكتبها بعملها انكريبتيشن زي هيك شوان بتذكرها الو كيف دعوت الاسم؟ هذا البلوك تبع الاف الالس انه بده يكون بهاي الصيغه. يبقى هنا في ال HTML انت ممكن تكتب كود بايثون عادي بس بدك تحوطه ب البراكتس بالاضافه للبرسنتج. فهنا انا عندي الالس، هنا مش رح احكي له رسالة ترحيبية باسمه، حاحكي له hello world. وهنا لازم انهي انت هنا انت ممكن تحط اي كود اتش تي ام ال انت بدك اياه، ممكن تحط انت عندك على سبيل المثال
وهذا الكلام كأبت 1 صار الوقت. خلي أبت 2 هنا ونحط جملة ثالثة. هيك انا خلاص جهزت التمديد اول. الان انا ايش بدي اسوي؟ بدي ارجع هنا على المين واحكي له الكلام هذا. بدي احكي له انه الهلو زي هيك. اما الهلو اثنين لما تستدعيها بدك تجيب لي argument. هون بدك تجيبه. كيف بدنا نمرر argument في البراوزر؟ من ال URL. تمام؟ وال argument هذا بيعمل import هنا slash render template. هذا عبارة عن دالة. ما دامها small letter هي عبارة عن دالة هي بتستدعي هنا. ليش تتمرر هنا على render template؟ شغلتين. التمبليت ال HTML ال hello.html هو لحاله راح يلاقيه في الستاتيك او في التمبليت عفوا، بالاضافه لاسم الباراميتر. ففي عندك هنا في كود ال HTML في باراميتر اسمه نيم. هي هذا وايش بيساوي؟ بيساوي النيم اللي انت جبته هنا. انا ممكن اغير لك في اسماء الباراميتر بس اعتقد واضح صح؟ تمام. فالان لما تشغل في اس هنا وهنا. اوكي اوكي لا لا هنا عرفت هذا الريكوست من وين. هذا النقص. اوكي هنا هاي هذه الهالو هاي الريكوست لانها شغالة هالو اثنين. هاي عملي هالو وورك لانه انا ما مررت باراميتر. يبقى هنا في التمبليت تجي جزئية ايش؟ الالس انه اف نيم بتساوي اف نيم فولس، فبالتالي راح لجزئية الالس وعمل هالو وورك. اوكي الان بدي امرر باراميتر. بدي احكي له هنا علامة استفهام نيم بتساوي أو بدون كوتيشن. فبالتالي هنا هلو أحمد. غير الباراميتر. بتغير عادي. تمام؟ هيك احنا بناخذ شوية شوية إنه احنا كيف بدك تمرر له باراميتر. هذه واحدة من الطرق. انه انت تمرر له باراميتر. تمام؟ الطرق الثانية انه انت تستخدم شغلة زي هيك. خلينا نضيف هذه الميثود هنا
وهذه الميثود نسميها هلو، الصفحة هذه نسميها هلو ثلاثة، والميثود هلو ثلاثة. كيف بيتم استدعاء هذه؟ بيتم استدعائها من خلال ثلاثة سلاش، بكتب اسم البلد، وبدو ريستارت. بدنا نعملها شغلة كبيرة، انه هنا هلو ريتيرن هلو، وهنا دالة الفورمات، الفورمات بيعزف هيك، فممكن هذه نحطها ب H1. هنا بتكون تغيير باراميتر سلاش، تعطي له اسم باراميتر، ممكن يكون هو عبارة عن صورة أو image أو text. هذه الطريقة الثانية لتمرير باراميتر، تمام؟ يبقى هنا إنه من خلال اليو ار ال، لما أنت بتحط له أي حاجة بتوين براكتس بتصير إنه هي عبارة عن اسم الميثود، اسم الباراميتر. تمام. الطريقه الثانيه من خلال الريكوست. الان لو انا بدي امرر اكثر من باراميتر فساعتها انه يعني خلينا نعمل كالكوليتر، خلينا نعمل ميثود اسمها اد 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 روت هنا اسم الميثود اكثر عن الاد. اوكي، اعرف داله او احطها بين كوتيشن، اعرف داله اسمها مثلا اد، ودي له تاخذ تو باراميترز، البارامتر الاول x بتساوي request dot args get، جيب لي بارامتر اسمه x. هنا البارامتر الثاني واي، تمام. وهنا بعمل ريتيرن ان واحد، يعني بيتم تمريرهم على السترينج. وخلينا نعملها ريندر ل HTML، ريندر ل HTML انه مثلا الار بتساوي اكس وهذا الكلام. اوكي، وهنا بنعمل مسج بتساوي هذا سترينج اتش 1. دايما بحط اتش 1 لانه عشان انه بس اللي يكون واضح على الشاشه. ساعتها بنحكي انه كذا زائد كذا يساوي كذا. لا لا لا،
مش مفرغ يعني، مجرد انه يعني هاك الشيء عم التاج هنا بتوفر مع x y y بعمل ريتيرن تمام. ساعتها في الاستدعاء هنا نحكي add كيف عمل الباراميتر x عوض علامة استفهام x بتساوي 3 تمام، والآن بحطها زي هيك y بتساوي 4 فهيك هذا يعني بوري لك انه انت كيف ما دام انت عملت اثنين تقدر تعمل ثلاثة أربعة خمسة ستة باراميترز كثر. فهذه هي طرق انه انت تعمل باس لباراميترز عندك على صفحة البايثون على على التطبيق تبع الكلاس. اوكي؟ احنا لو رجعنا للتوتوريال هنا بشكل اساسي عندك المرة الجاية ان شاء الله يوم السبت الساعة 12 بدنا ناخذ تمرين اكثر لنا ما في تكست بوكس احط فيه تكست ويرجع لي عدد الكلمات اضغط على بوتن ويرجع لي عدد الكلمات هيك احنا يعني مش نقدر نقول انه احنا خلصنا الفورم بضل جزئيه الستايل والالوان والسياسات هذه عندك انا مش حاحكي فيها كثير تمام. بعديها حاحكي على جزئيه الريستفول او الريست اي بي اي باستخدام البايثون بحيث انه نحن بنرسل جيسون ونرجع جيسون وراح ناخذ مثال انه ناخذ موديل في تنسل فلو بري ترين ونستخدمه في تصنيف الصور انه انا بمرر له صوره بروح برجع لي انه هذه ابل مثلا او اورنج او كذا يعني بصنف لي اياها يعني. اوكي يوم السبت ان شاء الله موعدنا الساعه 12 لانه صار 9 2